بص الحركة دي بص اللقطة دي كمل عليه بالخير وربنا يسعده ويسعد زوجته. وهذه هي الأمنية ديال كل أم أنها تشوف ولدها بين أحضان يد أمينة، يعني يد أمينة وغيتها يد أمينة اللي كان طمأن على ولدي معها. اختيارك العروس. اختياري ديما كنت أنا كنقول يا رب يا رب يا رب سعد يكون من نصيب غيتها وغيتها تكون من نصيب سعد. الله يحفظك وينجيك ولدي. فزي ما بقى معروف غيثة هي صديقة مقربة من سعد لسنين طويلة. المعرفة ديال غيثة يعني زي 15 سنة وانا اعرف البنت، كنعرفها من عائلة عريقة، الوالدين ديالها يعني عريقين، البيبين طيبين وهي طيبة وصبورة ونالت الصبار كاين الخير، هذا الشيء اللي كاين. وفعلا فصبر غيثة ومساندتها عبر عنهم سعد بالبوست ده اللي شاركه مبارح بالليل على حسابه على الانستجرام، وكتب: بين أهلي والمقربين وسط رائحة المغرب الذي أعشق وأعلامه التي ترفرف، وسط الحب الغير مشروط ممن أحب ويحبوني، ارتبطت بمن وقفت معي وساندتني بغير حدود، وكمل: أشارككم فرحة عمري. شاهدوا التقرير كاملا.